أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة الأخبار الرياضية مباشرة من القناة الإخبارية. المستهل بأخبار المنتخب الوطني لكرة القدم، حيث يشرع الخضر في معسكر مغلق بداية من اليوم تحسبا للمواجهة المزدوجة مع منتخب الطوغو ضمن الجولتين الثالثة والرابعة لتصفيات كأس أمم إفريقيا. هذا ويستعد رجال المدرب بيتكوفيتش لملاقاة منتخب الطوغو ذهابا يوم 10 بملعب 19 ماي بعنابة، ويوم 14 والخامس عشر بالعاصمة الطوغولية لومي. يذكر أن الخضر ينتقلون إلى عنابة أو قل يتنقلون إلى عنابة يوم 9 أكتوبر، حيث يجرون تدريبا أخيرا بملعب المباراة يوم الخميس 10 من الشهر الحالي. في خبر آخر، انطلق أمس معسكر المنتخب الوطني لكرة القدم أقل من 20 عاما بمركز تحضير المنتخبات بسيدي موسى تحسبا للوديتين أمام نظيره الموريتاني يوم 9 و13 أكتوبر الجاري بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، في إطار استعداداته للمشاركة في دورة اتحاد شمال إفريقيا المؤهلة لكأس إفريقيا لنفس الفئة. هذا واستدعى الطاقم الفني الوطني تحت قيادة الناخب مانع ياسين 26 لاعبا من بينهم 4 ينشطون في أوروبا. يذكر أن المنتخب الوطني الجزائري لأقل من 20 سنة يستهل تصفيات البطولة والمؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا بمواجهة نظيره المصري يوم 17 نوفمبر المقبل بمدينة السويس. في خبر آخر، ستتعرف الأندية الجزائرية الأربعة مولودية الجزائر وشباب الوزداد في رابطة الأبطال واتحاد الجزائر وشباب قسنطينة في كأس الكونفدرالية يوم غدا الاثنين على منافسيهم في مرحلة المجموعات في عملية القرعة بالعاصمة المصرية القاهرة. وتنطلق عملية سحب قرعة المجموعات لكأس الكونفدرالية على الساعة 11 بتوقيت الجزائر، فيما سيتم إجراء قرعة رابطة الأبطال منتصف النهار. هذا وستقام الجولة الأولى من مرحلة المجموعات أو أقول لكلا المجموعتين يوم 26 و27 نوفمبر المقبل، فيما تلعب الثانية من 6 إلى 8 من شهر ديسمبر. في أخبار البطولة الوطنية لكرة القدم، تتواصل مباريات الجولة الثالثة، حيث تلعب في هذه الأثناء المقابلة التي تجمع بين اتحاد بسكرة وضيفه شباب الوزداد. المباراة تلعب شوطها الأول وتشير النتيجة إلى التعادل السلبي. نتابع جزءا منها بتعليق مسعود شيشة. هذه الركنية ملالة وإلى أمام يدي الكرة العوافي، يعيد الكرة من حيث جاءت، ثم شحمار حمرون، صراع لمن في الأخير التفوق لبن زيد، تعود لبوزيان، بوزيان ينجح في تمرير الكرة لبورحلة، بورحلة يمرر 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 القائمة الثانية، وكاد كاد عزي أن يفعلها لحسن حظه، وأن كان في كامل نقدر نقول إمكانياته أبعد هذه الكرة. عزي تدخل في وضعية مناسبة وصعبة جدا جدا بعد ما كانت هذه المحاولة من بورحلة باتجاه القائمة الثاني. شوف تمريرة ذكية ذكية وفيها ما فيها من الخطورة بعد ما كانت لبوزيان محمد أبي. مباراة أخرى تلعب في هذه الأثناء بين اتحاد العاصمة ومولودية البيض، النتيجة تشير إلى تقدم اتحاد العاصمة بهدف وحيد. نتابع جزءا من المباراة بتعليق محمد جمال. شتي بوخنشوش كونزا رواغا كش يمر، يحاول سريع خطير سريع خطير، يوزع داخل منطقة العمليات أرضية، الدفاع يتدخل يخرج أحسن ما فعل الدفاع، كوار يغطي الحارس يخرج الكرة، إبعاد الخطورة الحل الوحيد هو إبعاد الخطورة، أحيانا كرات قصيرة أحيانا كرات طويلة داخل منطقة العمليات والجزاء، تمويه لمغالطة الدفاع ومغالطة الحارس صالح الرقابة، تلعب على مرتين الآن، ومن يحاول لو
يلعب كرة داخل منطقة العمليات، تضرب بالمدافع بنعمة وتخرج مباشرة إلى ركنية. حكم الرابع محات خادة، هي بالرأس خاطئة لمصلحة مولودية البيض، إبعاد بالأمان، يخرج الكرة شتي في استقبال هذه الكرة ويلعبها مباشرة مع الحارس بمبدأ الأمان، يلعب مع حارسه بومبوت شتي من جديد، تبادل كرة، محاولة الخروج، بوسليو يسدد من بعيد، كرة إلى ضربة مرمى جانبية بدون خطورة ومن أي الحاش. دائما مع مباريات الجولة الثالثة، حيث انتهت القمة التي جمعت بين نادي الرياضي القسنطيني ومولودية الجزائر بالتعادل الإيجابي هدف في كل شبكة. ملخص المباراة بتعليق بلال بناري. بالتشكيلتين في هاته الثابتة من بن شعيرة، مباشرة لحلفايا على الأرض، ما زالت لزوغرانا من هناك، العربي تأتي أطلبها في القائمة الثانية، زكريا العيجي بقوة 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 داخل، احتسبهما حكم المباراة. هذا الطاهر ماذا ضيعت توسين الذي ترك أنصار النادي الرياضي القسنطيني يتأسفون ويشدون على رؤوسهم. هاي كرة طار فتح الله من أمام ثلاث لاعبين، لعبها مع مندر طمين لعبها باتجاه توسين، ترجع من زوكرانا رايع يلعب مع العربي تبتي، موالي مع باتشو وبن يحيى، ينهي هذا الحوار الشيق في الشوط الأول بالتعادل السلبي 0-0 بين النادي الرياضي القسنطيني والمولودية. في أمام لاعبين يراوغ الأول والثاني، كرة هدف نعم من الله، ماذا ضيع زكريا نعيجي، كرة لريدة حليمية مرفوعة داخل منطقة العمليات بالرو، إنه الهدف الأول لمصلحة المولودية، وعن طريق زكريا نعيجي تفوق في الأولى بوحلفايا، رد الكرة بوحلفايا قام بما يجب، ولكن زكريا نعيجي في المكان المناسب. هاي الإعادة من زاوية أخرى سليمة إلى غاية اللحظة، سددها زكريا نعيجي هنا بمن اصطدمت، يكون الحل للمدرب خير الدين مادوي. كرة صعبة للنادي الرياضي القسنطيني داخل المنطقة، عدل النتيجة، وضع الكرة في المكان اللازم، أعاد الروح بالحسيني. هذا وفازت شبيبة القبائل على نادي أتلتيك بارادو بثلاثية كاملة، سجل الهدف الأول اللاعب ساديو كانوتي في الدقيقة 20، فيما سجل الهدف الثاني كوسيلا بوعاليا في الدقيقة 79، أما الهدف الثالث كان من توقيع شكال في الأنفاس الأخيرة من عمر المباراة. ما الملخص علق عليه أمين رزاوي. سوى تعليق على مجريات الشوط الثاني، طويلة مرفوعة داخل منطقة الجزاء بالرأس، خبر من لاعبي الباك داخل منطقة الجزاء، وخروج موفق من الحارس بالرباح سيف ماتي شكال، طويلة داخل منطقة الجزاء من مقدم خلفة يضرب كرة وبراعة الحارس بالرابح سيف، الخلفي نيجياسكا بول بينا مرفوع على مستوى القائمة الثانية، هذه صعبة، هذه خطيرة، ومقدم كان في المرصاد، استرجاع افتكاكات الكرة، يا سلام، مر عدى مر الكرة لبوعاليا، هي صعبة، هي خطيرة لمسات الكناري داخل منطقة الجزاء، بوعاليا جول خطيرة، جول 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 جول، مجهود فردي من
من القائد بوعاليا يأتي بالهدف الثاني لمصلحة الكناري، الهدف الثاني الإسوي الثاني لمصلحة شبيبة القبائل عند حدود الدقيقة 80. ناحية واتارا لوالتر كانوتي، والتر لواتارا، هذه صعبة، هذه خطيرة لمصلحة الكناري داخل منطقة الجزاء. الثالث عن طريق شكال ولمصلحة شبيبة القبائل، يا لها من كرة. أما مواجهة اتحاد خنشلة بضيفه ترجي مستغانم انتهت بفوز أصحاب الديار بثنائية كاملة كانت من توقيع اللاعب بكير في الدقيقتين 20 و78 على التوالي. في أخبار قسم الهوات، وفي مجموعة وسط غرب، عاد فريق شباب عين تيموشنت بتعادل بطعمي الفوز على حساب فريق رائد القبة في لقاء لعب فيه الشباب بعشرة لاعبين في الدقائق العشر الأخيرة، نتيجة جعلت الرائد يتراجع إلى الصف الثاني عشر بنقطتين ويعجز بذلك عن تسجيل أول انتصار له في هذا الموسم. أحمد صويلح. فريق رائد القبة بحث عن تحقيق الفوز الأول له هذا الموسم عند استقباله فريق الشباب الرياضي عين تيموشنت الذي فتش هو الآخر عن العودة بأقل الأضرار من ملعب بن حداد، فكان له ذلك بتعادله هدف لهدف محققا أول نقطة في رصيده. أصحاب الدار يستهلوا المواجهة بنية تسجيل الهدف الأول، غير أنهم ضيعوا الكثير من الفرص أبرزها كرة يحيى شريف، أما الضيوف فكان لهم الرد في الدقيقة 40 عن طريق المهاجم رحماني الذي تمكن من تدوين هدف السبق، وهي النتيجة التي انتهى على إثرها الفصل الأول. في الشطر الثاني تراجع مستوى شباب عين تيموشنت، أما رائد القبة كان أكثر تركيزا وفعالية، وهو ما أسفر عن هدف تعديل الكفة بواسطة سيد علي يحيى شريف في الدقيقة 52. أبناء المدرب كاروف لم يهدأ لهم بال وأرادوا بكل السبل إضافة الهدف الثاني، إلا أن الحظ عاكسهم أحيانا ونقص التركيز في أحيان أخرى، وكرة يحيى شريف الضائعة في آخر رمق من المواجهة خير دليل وبرهان، لتنتهي المباراة بالنتيجة العادلة بين الرائد والشباب نظرا لأحداث ومعطيات الشوطين. مواجهة أخرى استقبل فيها شبيبة تيارت فريق شباب المشرية بملعب قايد أحمد وفاز عليه برباعية كاملة ليوقع أول فوز له بميدانه ويحتل المركز الأول في سلم الترتيب. التغطية لمراد عبروس. خلال استضافته لشباب المشرية عرف فريق شبيبة تيارت كيفية استغلال عاملي الأرض والجمهور في ثاني ظهور له هذا الموسم بميدانه. منعرج المواجهة كان في الشوط الأول، أين صنع الضيوف ركلة جزاء وضيعوها بعد أن تصدى لها الحارس بومنقوش. وخلال المرحلة الثانية من اللقاء بادر أشبال المدرب عبد الحاكم سليمان إلى البحث عن التقدم، وهو ما تحقق في الدقيقة 65 عن طريق اللاعب غزالي الذي افتتح باب التسجيل ليضيف بعده ميرازي الهدف الثاني في الدقيقة 75 ويفتح الشهية للاعب أيوب شوقي الذي وقع على هدفين في الوقت بدل الضائع من هذه المواجهة، لينهي أبناء الزرقاء اللقاء بأربعة أهداف كاملة دون مقابل، وهي نتيجة يتصدرون بها سلم الترتيب مؤقتا برصيد 7 نقاط وبفارق الأهداف. فيما انتهى لقاء القمة الذي جمع بين جمعية وهران والضيف شبيبة البيار بدون فائز، أمين مقدوري حضر المباراة وعاد بالورقة التالية. بحثا عن تسجيل ثالث انتصار تواليا دخل فريق جمعية وهران مواجهته أمام ضيفه شبيبة الأبيار الساعي هو الآخر إلى الخروج بنتيجة إيجابية من هذه المباراة. المحليون كانوا سباقين في الهجوم عن طريق تسديدة نبي، رد الزوار جاء بواسطة عبدات لكن الدفاع كان بالمرصاد.
أصحاب الأرض حاولوا التسجيل عبر الاعتماد على التسديدات من بعيد والهجمات المرتدة عن طريق الثنائي بكوش ونبي، لكن دون الوصول إلى شباك الحارس زوخ أيمن لينتهي الشوط الأول على وقع التعادل السلبي. المرحلة الثانية دخلها الزوار مباشرة في صلب الموضوع، وكانت لهم أخطر فرصة في المباراة عن طريق سليماني الذي ارتدت كرته من القائم. بقيت أطوار الشوط الثاني سارت في اتجاه واحد، ومن جانب الجمعية التي حاولت تسجيل هدف السبق عن طريق البديل فهيم عبد الملك، لكن الحارس زوخ كان بالمرصاد. هذا الأخير عاد مرة أخرى وأنقذ مرماه من هدف محقق على إثر انفراد وليد هلال. لتنتهي هذه المقابلة كما بدأت، نقطة رفعت رصيد شبيبة الأبيار إلى 5 نقاط، في حين فشلت الجمعية في مواصلة سلسلة الانتصارات. وفي مجموعة وسط شرق افترق ناديا أولمبي المجرن واتحاد الشاوية بالتعادل الإيجابي وحافظا على نفس ترتيبهما السابق في جدول البطولة. نتابع التفاصيل في سياق هذا التقرير. في إطار الجولة الثالثة لبطولة القسم الوطني الثاني لكرة القدم، مجموعة وسط شرق استقبل أولمبي مجرن ضيفه اتحاد الشاوية بالمركب الرياضي بالواد. وفي أول ظهور له أمام جمهوره وعلى أرضية ميدانه، دخل أشبال المدرب فتحي عبيد المباراة بنية تحقيق أول فوز في البطولة بعد التعثر الأخير خارج الديار. بداية المباراة في شوطها الأول كانت جس نبض بينهما، عدا بعض الفرص من كلا الجانبين لم تشكل أي خطر على مرمى الفريقين. شوط المباراة الثاني سجل انطلاقة قوية لرفقاء القائد الطيب قاسمي، أين تم تسجيل عدة فرص خطيرة على مرمى مضيفه إلى غاية حلول الدقيقة 33، ليسجل خلالها اللاعب أنور ميدون الهدف الأول لأولمبي مجرن، مستغلا لفرصة تسديدة من ضربة ركنية، لتتوالى الفرص الضائعة من قبل الفريق المحلي. ردة فعل الضيوف كانت في الدقيقة 40 من عمر الشوط الثاني من المباراة، حين سجل عبد الرؤوف حملاوي هدف التعادل لفريق اتحاد الشوية، لتنتهي المقابلة بهدف لمثله. الشوط الأول كان شوط متوازن ما بين فريقين، ما شفناش فيه عدة فرص لا فريق الشوية لا الفريق تاعنا. درنا جرينا تغييرات في الشوط الثاني، وين لعبنا في العمق، عمق الدفاع تاعهم ديريكت، وركزنا درنا التركيز بزايد في الهجوم، ونخلقنا عدة فرص، ضيعنا عاد قريب واحد 3 بيوت فالابل اللي كانوا يسجلوا، وزدنا سجلنا 1 بيوت. الحق الشيء المؤسف انها ما عرفناش كيفاش نحافظوا على النتيجة لمدة 7 دقائق ولا 8 دقائق من نهاية الشوط الثاني. اللعب كان متكافئ ونتيجة التعادل كانت، يعني أنا نشوف فيها باللي منصفة للفريقين، لأنه حتى فريق المقرن قدم الشوط الثاني لبس به ودار علينا ضغط كبير. نشكر اللاعبين على المجهودات اللي داروها، داروا مجهودات كبيرة. مواجهة أخرى عرفت تعادل جمعية الخروب مع شبيبة جيجل الصاعد حديثا بنتيجة هدف مقابل هدف واحد، لتتراجع إلى المركز الرابع ب5 نقاط. أكثر التفاصيل في هذه الورقة. قمة الجولة الثالثة من بطولة القسم الوطني الثاني هوات التي احتضنها ملعب الشهيد حسين رويبح بين شبيبة جيجل وضيفه جمعية الخروب كشفت عن أسرارها ونتائجها في آخر الأنفاس. المحليون استهلوا المواجهة بجدية كبيرة وبحثوا عن الوصول إلى مرمى الحارس، لكن محاولاتهم حالت دون تحقيق المراد. ومع تواصل الهجمات والتهديدات من كلا الطرفين، استطاع الزوار من افتتاح باب التسجيل عن طريق ضربة جزاء أعلنها حكم المباراة في الدقيقة 19، ليوقع بذلك اللاعب قريوة هدفه 5 منذ بداية الموسم. وبعد أخذ ورد ودون أي جديد، يعلن حكم المباراة نهاية الشوط الأول لصالح جمعية الخروب بنتيجة 0. وفي الجولة الثانية كانت السيطرة واضحة من طرف أصحاب الأرض بتضييع عدة فرص ثمينة لهز شباك الضيف، ولكن بدون جدوى. ليلجأ
بعيدا عن كرة القدم، فاز الدراج الجزائري أسامة عبد الله ميموني بطبعة 2024 للجائزة الدولية الكبرى لانغولا التي جرت اليوم على مسافة 105 كيلومتر بالكاميرون عقب تفوقه في السرعة النهائية أمام مواطنه حمزة ياسين. هذا وقطع الدراجون مسافة 105 كيلومتر في مسلك مغلق، حيث خاضوا سباقا من 7 كيلومتر في 15 مرة. وبالإضافة إلى ميموني وحمزة ياسين، شارك المنتخب الوطني بأربعة دراجين آخرين وهم عز الدين العقاب، حمزة عماري، إسلام منصوري وأيوب سحيري تحت إشراف المدرب كحليل تمرانت وبمساعدة الميكانيكي طارق بوضيف. دوليا الآن، وفي الدوري السعودي واصل الهلال بدايته المثالية للموسم بعد 6 جولات بعدما سجل صربي ألكسندر ميتروفيتش هدفين ليغلب الهلال تأخره بهدف مبكر ويفوز على مضيفه الأهلي السعودي ويحقق بذلك فوزه السادس على التوالي رافعا رصيده إلى 18 نقطة في صدارة الترتيب. وفي الدوري الأمريكي، عزز نادي إنتر ميامي صدارته في البطولة الأمريكية لكرة القدم بعد فوزه اليوم على الماضية عقب تغلبه على كولومبوس كرو بنتيجة 3-2، والتي سجل خلالها الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفين ولويس سواريز صاحب هدف توسيع الفارق والفوز. في عالم الكرة الصفراء، تأهل لاعب التنس الألماني ألكسندر زفيريف للدور الثالث في بطولة شانغهاي للأساتذة بعد تغلبه على الإيطالي ماتيو بيلوتشي بمجموعتين لصفر، تفاصيلهما 4-6 6-2، في مقابلة دامت 96 دقيقة. وبعد مشاركته في كأس ليفر للتنس، قرر زفيريف عدم المشاركة في بطولة بكين المفتوحة لأسباب صحية كاشفا عن إصابته بالالتهاب الرئوي. وفي الدور القادم ينتظر أقول ألكسندر زفيريف الفائز من مواجهة الأسترالي جوردان تومسون ضد الهولندي تالون. مشاهدينا، إلى هنا نصل إلى ختام نشرتنا الرياضية، شكرا لكم على كرم المتابعة والإصغاء، السلام عليكم.